ختام رحلتنا الصباحية مع عالم الجمال والتجميل، كيفية العناية بالشعر والبشرة. لنحكي أكثر عن ألوان الشعر ل 2023، كيف فينا نعتني بالشعر المصبوغ المقصف، آخر تسريحات العروس وميك اب العروس اللي عم نشوف توجه بالآونة الأخيرة للبساطة والنعومة، مع السيد سليمان شيحة خبير تجميل. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. تمام. نحكي عن موديلات الشعر والالوان، شو حابين؟ اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه كلنا هلا بنقول بدنا نريح شعرنا. الاشقر الكثير بيكون لفصل الصيف، الالوان المصبوغه، الاعراس، المناسبات، استشوارات، كل يوم كل يوم بالصيف. هلا بدنا نريح شعرنا. اول شيء كيف فينا نحن نهتم بشعرنا؟ كيف فينا نريحه؟ مو بس نريحه، نعتني فيه. هلا تمام. هلا اهم شيء بدنا نعتني بالشعر هو انه نقص كل فتره شهر او شهرين، تطريف صغير كرمال الشعر ياخذ ميك اكثر يعني. وفينا نخفف ليس وسشوار، يعني بصير على السشوار احسن من الليس، لانه الليس بيعطي كثير حماوه للشعر. بنخفف الليس شوي وبنضل نقصه، بنعتني فيه بالحمامات الكريم يعني بنخفف فيه سحب اللون وهذه الشغلات اللي بتضر الشعر. طيب خلينا نحكي، اذا يعني كل صبيه هلا عم تتابعنا او سيده، مثل ما قالت لي يمكن كنا الصيف شقار، هلا بتلاقي الناس بتتوجه للغوامق اكثر، شو الموضه الالوان بال 2023؟ هلا تمام. وانه الافضل الاروع، وبنفس الوقت الصبغه يمكن اخف من الميش والخصل، الشيء اللي ما بيتعب الشعر بشكل عام. تمام. هلا اكثريه الزباين بالسنه هذه والسنه الجايه عم يضلوا على الالوان الثابته، هي الاسود والبني والعسلي، لانه هدول الالوان عم تجي يعني عم تجي بدون سحب لون ولا اي شيء، الالوان الاساسيه اللي عم تجي للزبون يعني. تجي تدرجات البني كلها. تمام، تدرجات البني كلياتهم. يعني هيدي الالوان مع طبعا عم نشتغل على الوان الرمادي مع الامبري، الالوان المتدرجه يعني اكثر شيء عم بتكون، بس الاسود والبني عم بتكون اكثر شيء هلا مده السنه والسنه الجايه، لانه كثير عالم عم تغير كرمال الشعر ما يتعب يعني. تمام. كمان عم نشوف مع بدايه الخريف كثير من الصبايا بتقص شعرها لحتى تريحه، عم نشوف الشعر الديجرادي هو رجع شوي دراج من قدام. خلينا نحكي عن كمان اهم القصات يلي السنه هيك موضه شوي. هلا القصات اي صار، هلا اللي كانت قديم صارت عم ترجع شوي شوي، لانه عم يعني عم يرجعوا، يعني ما في شيء ستريت. لا هلا في ستريت، هلا في زباين هيك بتحبوا، في زباين بتحب هيك. هلا الشعر الطويل ما بيحبوا يعملوا ديجرادي لانه بده يقصر شعرهم كثير، عم يخلوه على ستريت وعم يدرجوا من قدام شوي شوي. اما الديجرادي للشعر القصير كلهم عم يشتغلوا هيدا الشيء. كمان الديجرادي بس على التنشيف بيعطيك شكل يعني بدون ليس، بدون اي سشوار، بدون اي شيء، عرفتي كيف؟ طيب خلينا، شو التسريحات يمكن اللي عم نرجع هلا بالاونه الاخيره نشوفها؟ يعني احيانا عم نشوف عم ترجع الموضه القديمه، بنشوف تسريحات كله عم يتجه نحو البساطه، يعني تسريحات بسيطة ما بدها تكلف زيادة، وبنفس الوقت حتى الميك اب عم يكون كثير بسيط كثير ناعم. الصبية ما عاد شفنا هذا الشعر الملفوف، التسريحات القوية، ما عاد شفنا الميك اب القوي، اللاينر القوية، كله عم يتجه نحو البساطة، وفينا نقول الانعم يعني اللي بيطلع الصبية هيك ناعمة. اي مزبوط. هلا من ناحية التسريحات، هلا العرايس اكثريتهم عم يميلوا على الشيء الناعم، وعم يكون كل تدقيقهم بالاكسسوار الكبير الواضح كرمال التصوير، لانه صار عندنا جلسات تصوير كثير كويسة عم تفيد العرايس. والموديلات عم تكون كلها يعني الرفع عم بيكون كثير خفيف، يعني مو كثير عالم عم ترفع، عم ضل على الموديلات الناعمه. حتى في عندي عرايس كثير اجوا عملوا ليس على شيء انعم 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 كثير. هلا بنشوف صور من شغلك، بعض التسريحات حتى الرفع عم يكون بسيط، يعني ما بيكون نشوف تسريحات قويه او الرفع البومبي العالي للعروس، كله نحو البساطه. تماما. قويتهم عم بيكونوا على الرفع البسيط والموديلات الناعمه كثير، بس كل على الاكسسوار اكثر شيء عم بيكون التركيز اكثر على التسريح الصبيه. نعم. يعني نحن عم نشوف انه كثير يعني الموضه السنه هيك كثير في شغلات سرعه وموضه، شغلات بارزه اكثر، ان كان بالاكسسوارات، ان كان بجرأه الالوان وبالستيكرات والاكستنشن كمان هيك، خلينا نحكي عنهم. هلا كثير عم يحبوا الصبايا الشعر الطويل وبدون عذاب وبدون عنايه. تماما. هلا من ناحيه الستيكرات او الاكستنشن، انا بفضل الستيكرات اكثر، لانه الاكستنشن اكثر من الستيكرات، الستيكرات يعني هي نوع الماده اللي بتلزق الاستيكرات على الشعر، هي بتضر الشعر كثير. بقى الاكستنشن عم بيكون احسن بما انه هي بكل عاديه. اما من ناحيه العرق والتيجان، هلا انا بفضل بس في مضار للطرفين، يعني انا طبعا اكيد هلا هو يعني اذا انا مثلا بدي ركب قديش هلا على مناسبتك بتمنى انا من اي زبونه انه خلص تحط الاكستنشن مو طول الوقت، يعني تحط اكستنشن على طلعتها عندها مشوار عندها مناسبه اكثر هيك. لا
واكثر شيء عم بكون من ناحيه الاكسسوارات هلا انا بفضل العرق الكبير الواضح اكثر من التاج لانه بتيجي الموضه قديمه وهلا عم ترجع عن جديد بس الاكسسوارات هلا شوف لا ورد عرق ورد او تماما كله اللون والورد الاكسسوار هو بشكل عام العرق اكثر عم بكون اكثر من التيجان الكبير يعني هو لا كل فتره الى يمكن كل فتره الى شيء معين منها بيطلع جديد وبيغيروا ورجعوا السوشيال ميديا هلا عم نشوف انه دائما عم تواكب الموضه ما بقى حدا صار جاهل شو هي الموضه الجايه او يعتمد على راي حدا وهو كله عم يتابعه على الموبايل تمام اليوم بدنا نحكي على السوشيال ميديا بشوف شو في جديد وعم نشتغل على الجديد اكثر شيء تمام اليوم بدنا نحكي كمان قديش اليوم اي حدا عنده موهبه بتسفيف الشعر ان كان كوافير إن كان بيهتم بالميك اب ايضا قديش مهم اليوم انه هو يسوق لحاله على السوشيال ميديا يعني ضمن الصور الحقيقيه يلي مو جايبينها اكيد من جوجل او ما بعرف تماماً. من انستغرام صوره فعلت. هو شغله تماماً. هو قديش اليوم هيك بتريحها انت ان كان للعروس ان كان للزبون تماما اي زبون او اي عروس خلص شافت صوره نزلوا صافت انه في تفاعل من الناس اللي عم يشوف الشغل هي كثير بتنبسط بالشغل كثير بتنبسط باللي عم يشتغل اللي عم يعطيها هيدي يعني عم يعطيها ثقه هي تشتغل فيها اكثر من طب قديش ساعدتك السوشيال ميديا بما انك انت سليمان شب صغير يعني من بدايه مشوارك وعم يشوف شغل حلو على الشاشه قديش السوشيال ميديا ساعدتك لتعمل يمكن دعايه لحالك الناس تشوف شغلك انت عم ساعدتني انا تقريبا فتره معينه فتره طويله شوي عملت على النت صفحه على الانستغرام على الفيسبوك وكثير ساعدتني محبه الناس طبعا والدعم على الصفحه وعلى الانستا وعلى اي صفحه كانت التواصل الاجتماعي يعني كثير بفيد نعم قبل ما نختم معك هيك خلينا نعطي نصائح لكل الصبايا اللي عم يتابعونا هلا بعطي نصائح لكل الصبايا اللي عم يتابعوني انه اهم شيء برجع بحكي انه يقصوا الشعر تطريف الشعر كل فتره ويستخدموا الكريمات كثير كويسه بالحمامات ويخففوا شوي من سحب اللون والالوان كل قد ايه تقريبا اذا حدا بده يصبغ شعر خصال او يسحب لون يريح الشعر هلا هو تماما هلا انت بتشوفي شعر هلا ما فيني احكي تماما حتى الشعر في شعر سحب اللون هلا شيء بقى بيرجع الكوافير هو شغله عرفتي كيف هو ابداعه يعني في عالم كثير تسحب لون بتعب الشعر كثير يعني كثير شعر بيتعب معه وما عاد في تسحب ولا خسر ولا اي شيء ثاني وفي عالم لا في كوافير مبدعين بيشتغلوا على شيء معين انه خلص بسحبوا اللون لدرجه معينه تماما والمواد كثير بتلعب دور على فكره انه خلص تنجح المواد الكويسه وتهتم بالحمامات الكريم والقص اكثر شيء اكيد بدنا نتشكرك خبير التجميل سليمان شيحه على وجودك معنا وبتمنى لك التوفيق اكيد بشغلك شكرا كثير لك